لكن في نفس الوقت دي طبعا فيديوهات للاعبي النادي الاهلي منهم حمدي فتحي بيقوم بعض التدريبات العلاج الطبيعي والتدريبات التاهيليه الخاصه بيه عشان باذن الله يرجع الملاعب. وبالمناسبه هو اقترب من نهايه مشواره العلاجي، وده امر وخبر سار جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي اللي عارفه قيمه حمدي فتحي ومدى اهميته مع الفريق في المباريات المختلفه. وفي الحقيقه النادي الاهلي بيفقد عدد كبير جدا من اللاعبين المؤثرين، لكن هو كفريق ما بيتاثرش اطلاقا بهذه الغيابات وبيقدر يعدي. ليه؟ لان يعني الاهلي اشتغل كويس جدا على القائمه بتاعته بدايه من هذا الموسم، وده امر حقيقي يعني بنلاحظه. ده ايضا احد لاعبي النادي الاهلي وليد سليمان، طبعا نجم النجوم ومعشوق جماهير النادي الاهلي، وبيتمرن في البيت زي ما حضراتكم شايفين كده. الراجل بيجري على تريدميل وبيأدي بعض التدريبات البدنيه، ده من خلال برنامج. بالمناسبه يا جماعه مش كل واحد بيتمرن من نفسه كده وخلاص، التمرين اللي انا عايز اتمرنه اتمرن، لا، ده من خلال تواصل وبرنامج محطوط من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي بخصوص هذه التدريبات اللي بنشوفها يعني. فده مثلا وليد سليمان، عندنا بعض اللاعبين كمان اللي بيقوموا بالتدريبات وكلهم ماشيين من خلال شكل محدد من قبل الجهاز الفني.